من جهته قال معالي الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى واشنطن إن التوقيع على اتفاق تأييد السلام سيكون بمثابة نافذة لمنح الأشقاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة. ما لا شك فيه أن رؤية سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لتحقيق السلام والازدهار لشعب مملكة البحرين وكافة شعوب المنطقة تتجلى اليوم في اتفاق السلام التاريخي الذي نوقع عليه مع الإمارات العربية الشقيقة. إن السلام لا يصنعه إلا الشجعان، وحكمة سيدي صاحب الجلالة تحرص كما حرصت دوما على ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإننا اليوم حيث نفتح قنوات تواصل مع الحكومة والشعب الإسرائيلي إنما سنكون صوتا آخر للشعب الفلسطيني، نحرص على تطوره وازدهاره واستتباب أمنه، وهي ذات الروح التي اتخذناها يوم استضفنا ورشة السلام من أجل الازدهار. فمملكة البحرين لا تكل ولا تمل في جهودها لنصرة قضايا الشعب الفلسطيني الشقيق. إن القرار السيادي الذي اتخذته مملكة البحرين بإنشاء العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ما هو إلا انعكاس للنهج الإصلاحي الذي اعتدناه من صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، هو نهج التعايش بسلام، وهو بلا شك طبع أهل البحرين الأصيل الذي بات نموذجا يشار إليه في المنطقة وحول العالم. إننا في البحرين لنؤمن بالسلام وسنتشارك به مع من يبادلنا السلام من دون أي استثناء.